نتابع فعاليات هيدا النهار المميز وهو أجواء من الفرح يلي شهدها نادي الفرسان بأبو ظبي وهي فعاليات اليوم المفتوح. خلينا نتابع كل التفاصيل هالمرة، هيدا التقرير مزبوط، نرجع منعلق عليه وبنرجع أكيد بنرجع نتابع لقاءاتنا، خليكم معنا. حظيت فعاليات اليوم المفتوح التي نظمها مجلس أبو ظبي للتعليم في إطار الاحتفال بالذكرى 41 للاتحاد، حظيت بمشاركة طلابية واسعة وإقبال جماهيري لافت، حيث استقبلت أروقة نادي الفرسان الآلاف من الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور أيضا. فالحدث تنوعت فعالياته ما بين أنشطة ثقافية وتراثية وعروض فنية وإلقاء أبيات شعرية. في هذه المناسبة أود أن أهني صاحب سمو رئيس الدولة ونائبه صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وكذلك أود أن أهني صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد نائب القائد للقوات المسلحة رئيس مجلس أبو ظبي التعليم وشعب الإمارات بهذه المناسبة، مناسبة 41 عام على تأسيس هذه الدولة الفتية. يأتي هذا الحفل لترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا. تشارك اليوم مدارس عامة وخاصة في هذا الاحتفال، كما تشارك جميع الفعاليات المجتمعية والأهالي والمؤسسات. وفي هذه المناسبة أود أن أشكر أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين في حكومة أبو ظبي الذي شاركونا اليوم حفلنا هذا، وأشكر الأهالي وكذلك الطلبة على أدائهم المتميز خلال هذا اليوم. وشهد الحفل تقديم أوبريت أجيال العلم التي أدتها مجموعة من الطلبة، بالإضافة لتقديم فكرة عن تقاليد الأعراس في مجتمع الإمارات. وقد أدى الطلاب فقرة سبع الإمارات وقصيدة أجمل البلدان، وقدم جناح التعليم عبر الزمن لوحات متنوعة ما بين الماضي والحاضر. أول شيء أحب أهني شعب الإمارات وقيادتها بقيام الاتحاد، وإن شاء الله يعود علينا كل سنة. اليوم مجلس أبو ظبي للتعليم نظم فعاليات احتفالات أجيال الغد، أول مرة يضم كل المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبو ظبي. عندنا هنا عروض الخيام من إنتاجات التعلم للمدارس، وعندنا المسرح في عروض فنية وتراثية. أظن حب الوطن زرع الشيخ زايد الله يرحمه من زمان، وكلنا نعمل للوطن ودراستنا وشغلنا وإنتاجنا كلنا حق الوطن، وهو من جيل لجيل في الجينات موجود. الأطفال هم قادة المستقبل، والمجلس يسعى لقدم وساق عشان يهتم بالتعليم وبإنتاجات التعلم علشان يطلع القادة اللي بتوصل بتحقق رؤية الدولة إن شاء الله. يعني جربنا بهذا التقرير نرضي الكل، يعني مثل ما تابعنا تقارير حكينا فيه عن الكبار والاحتفالات الرسمية، الاحتفالات الترفيهية والرياضية، بهذا اليوم المفتوح أبدع الطلاب هالمرة بتقديم مهاراتهم وأبراز مواهبهم، لسيما أنه هذا الحدث يعد فرصة حقيقية ليعبروا عن ولائهم وانتمائهم للوطن وقيادته الرشيدة. الصغار الكبار كلهم كانوا معنا اليوم بالحلقة، إن شاء الله حلو كتير. طبعا فعاليات حظيت بمشاركة طلابية واسعة وأقبال جماهيري لافت، حيث استقبلت أروقة نادي الفرسان آلاف الطلبة في الحدث الذي تنوعت فقراته ما بين أنشطة ثقافية وتراثية وعروض فنية وأمسيات شعرية أيضا. وإحنا كنا مع الشاعر اليوم في حلقتنا، وكان معنا شاعر في الاستوديو، وبما أنه الاحتفال احتفال فلازم كل مظاهر الاحتفال تكون موجودة.
رح يكون عنا الشعر مغنى هالمرة، حب الوطن في شعر ولكن مع غناء، وعم نحكي طبعا عن فرقة الدار اللي ستكون بعد قليل ومباشرة بعد الفاصل مع جعفر حتى نسمعوا أجمل الأغاني الوطنية، خلينا نقول مباشرة بعد البريك. أنا وروني رح نودعكم اليوم لأنه لازم نلحق الكورنيش، ما تخبروا جعفر لازم نلحق كل التظاهرات والأعياد، قلنا أنه الساعة 8 ببلش الهيدا، رح نتأخر شوي بس بضل أحسن من بلاش. نشوفكم بكرة بإذن الله. جعفر خليك للتسعة ما تفل بكير، خليكم على جعفر ما تفل بكير جعفر للتسعة لازم يخلص. يلا بريك وخليكم مع جعفر متأخر. أوكي بعد بريك إذن ما تنسوا فقرة جميلة تفضلوا.